estetiğim yok. Doğal diyorsunuz. Doğal, evet. Olsa da kimseyi ilgilendirmez ama. Tabii ki. فيكم فيديو جديد على قناة أخبار المشاهير والدراما التركية. أنك مثيلة تركي أوغلو بطلة مسلسل شراب التوت كانت حديث الصحف والمواقع التركية حتى أنها أصبحت ترند في تركيا، وذلك بسبب مشاركتها في الفعاليات التي نظمتها ماركة باتينا تركيا بالتعاون مع جمعية السرطان النسائية. وفي نفس اليوم تم عرض الإعلان الخاص بإحدى الماركات الرياضية والتي كانت سيلة تراوغ له، والإعلان نال إعجاب الجمهور التركي وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي. إلا جرب مقابلة سيلة تركي أوغلو مع الصحفيين وحدثها عن عمليات التجميل التي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون صور قديمة لسيلة ويقومون بمقارنتها بالصور الحديثة لها. سيلة أثناء تواجدها أجرت مقابلة مع الصحفيين، تحدثت عن مسلسلها شراب التوت وعن تطور شخصيتها في المسلسل، كما تحدثت عن انفصال الممثل ستار الذي يقوم بدور عبدالله أونال، وقالت إنها زارته في المستشفى وهو حاليا بخير. كان الحوار الأبرز في المقابلة الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حينما تحدثت سيلة عن عمليات التجميل، فردا على سؤال سأله أحد الصحفيين عن عمليات التجميل قالت سيلة: لا أحد منا أتى من القصور، أنا من عائلة عادية، فبالطبع هناك تغيرات تحدث حينما كنت صغيرة. وقالت: لا توجد عمليات تجميل. الصحفي قال لسيلة: تقولين إن كل شيء طبيعي. سيلة قالت: نعم طبيعي، حتى لو كان كذلك هذا ليس من شأن أحد، ولكن لا يوجد عمليات تجميل. Mesela bir değişim de, yani tabii ki çocuk olduğunuz için bir değişim de var. Onları da sürekli estetiğim evet yok. sürekli böyle. Yok, estetiğim yok. Doğal diyorsunuz. Doğal, evet. Olsa da kimseyi ilgilendirmez ama. Tabii ki. Yine mesela sahafiye sual an hayata al khassa. ردت سيلة قائلة: أنا جئت من عائلة متواضعة، ما زلت أحافظ على حياتي الخاصة، ولكن أنتم بالطبع ترون سيلة من خلال الكاميرات، وهذا يؤدي أحيانا إلى سوء فهم. Onun dışında da işte dediğim gibi zaten mütevazı bir aileden geliyorum. Özel hayatımı da hala öyle devam ettiriyorum ama siz tabii ki kamera önündeki Sıla'yı görüyorsunuz ve yanlış anlaşılmalara yol açıyor diyebilirim. يذكر أن النجمة سيلة تركي أوغلو قد شاركت في فعاليات التي نظمتها بنتين تركيا بالتعاون مع جمعية السرطان النسائية، وكانت هذه الفعاليات من أجل التبرع بالشعر المستعار من أجل إعطاء الأمل لمحاربات السرطان.